هنا انتبه حبايبي للدرس، انتبهوا لي، رح ناخذ تمرينات. رح ناخذ التمرينات اللي هي موجوده بالكتاب. هلا افتحوا لي كتبكم على الصفحه، نفتح الكتب على الصفحه 152. 102 لا كتاب الملون 152. هلا انا لانه نفس الدرس الماضي، بس انتم لازم تفهموا شغله، انه اذا وحده كامله واخذت منها اجزاء، عدد الاجزاء الماخوذه او الملونه، الاجزاء الماخوذه او الملونه على شنو؟ على الاجزاء الكامله، على الاجزاء الكامله. وهنا الوحده الماخوذه على عدد الوحدات الكامله. انتبهوا لي هنا، انتبهوا لي للتمارين، التمارين صفحة تمرينات الصفحة 152. تمرينات أتأكد تمرينات أتأكد. انتبهوا لي يا حبايب مشان تفهموا أكثر، رح جيب لكم هاي السمايلات. انتبهوا لي، اقرأوا الكسر، اقرأوا الكسر الذي يمثله الشيء الملون. انتبهوا لي، عندي اربع كابسات. مو كم كابسة عندي؟ اربع كابسات، بيهم وحدة حمراء، بيهم وحدة فقط حمراء. هذا الكسر اللي بيهم وحدة حمراء، كسر الحمراء، الحمراء ماذا تمثل؟ ماذا تمثل الحمراء؟ أربع كلهم عددهم شنو؟ أربعة، الأربعة وين بحطها؟ الأربعة بحطها جوا مباشرة. الملون، القطعة الملونة بيهم شو عددها؟ عددها واحد، إذا واحد على أربعة. طيب رقم اثنين ايش كم مقص عندي؟ بنعدهم 1 2 3 4 5 6. الستة وين راح احطها؟ الستة وين راح احطها؟ جوا. كم مقص اخذي من عندها؟ كم مقص ملون بلون مغاير؟ واحد اللون المغاير. إذا الوحدة المأخوذة أو الملونة بغير مخالف بلون مغاير 1 على 6. طيب 3، شوفوا لي الأقلام مش كم قلم؟ إذا 3 محطة جوا. كم قلم ملون غير مختلف الألوان؟ 1 على 3. وراها رقم أربعة. انتبهوا لي. عندنا هنا شنو هاي الرسم؟ عنب. ها؟ فراولة. وردة هاي؟ فراولة. مو مبين، مو واضحة. المهم من عدهن 1 2 3 4 5 6 7. سبعة. حاطين السبعة جوا. اخذين من عندهم واحد، يعني 1 على 7. واحد على سبعة. ايه شو راح تلونوا هنا؟ لونوا لي واحد من عندهم، يلا لونوا لي واحد فقط من عندهم. رقم أربعة لونوا لي واحد من عندهم. هم اول شيء ما عرفت شو هو هذا الشكل اصلا. رقم أربعة يمكن ما بعرف إذا عنب، راح نشوف إذا أنا راح أعتبره عنب. سبعة حمام.
كم وحدة إذن؟ سبعة. حاطين لك الكسر واحد على سبعة. شو بدي لون آني؟ بلون وحدة من عندهم، بلون وحدة. هاي يمثل واحد على سبعة. أوكي حبايبي؟ طيب، شو كم تفاحة هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس تفاحات. خمس تفاحات. خمس تفاحات. يريدون من عندنا واحد على خمسة. كم وحدة بلون من هذول الخمسة؟ واحد على خمسة، كم وحدة بلون؟ كم وحدة رح لون؟ واحد. أحسنتم، إذا ملون وحدة فقط. تمثل هذه الوحدة تمثل واحد على خمسة. أي رقم؟ خمسة. رقم ستة. رقم ستة. رقم ستة. ماوس. كم موزة؟ ستة موزات. ما راح كملها. ست موزات. واحد على ستة رايدين اللون. كم مطلوب مني ألون؟ واحد فقط. راح لون هذا الواحد فقط. إذا لونت واحد. واحد على ستة. واضح السبورة؟ الكل شايف؟ مشان تحلوا التمارين. أتحدث غير مطلوبة. بيجي على تمرينات أحل. تمرينات أحل. أقرأ الكسر الذي يمثله الشيء الملون. بدي أقرأ الكسر الذي يمثله الشيء الملون. عندي كم ولد؟ كم ولد عندي؟ خمسة. مين لابس تيشيرت مخالف؟ كم واحد لابس تيشيرت مخالف؟ غير لون. واحد. واحد. شو بنكتب الكسر هنا؟ واحد على خمسة. واحد على خمسة، أحسنت. إذا رقم سبعة. واحد على خمسة. رقم سبعة. رقم سبعة. واحد على خمسة. الأجزاء الملونة نصعدها لفوق على الأجزاء الكاملة اللي هي جوا، أو على الوحدات الكاملة. رقم ثمانية الأمبريلا. كم أمبريلا هنا؟ أربع شماسي. أربعة. الأربعة وين بحطها؟ جوا. جوا. كم وحدة ملونة؟ كم وحدة من عندهم ملونة؟ واحد. وين بحط هذا الواحد؟ فوق. أحسنتم. راح تصير ربع. ربع. هنا خمس. هنا خمس. هنا ربع. رقم تسعة. رقم تسعة. شوفوا رقم تسعة. كم؟ شنو هاي؟ هاي كف؟ تسعة. كم كف؟ تسعة. أو كم؟ ما أعرف هذا شنو هاي الرسم. يمكن يمكن حذاء، يمكن جاروبة، ما أعرف. كم وحدة؟ قبعة. قبعة هاي؟ أي قبعة. قبعة. طيب قبعة. كم قبعة عندي؟ تسعة. تسعة. العدد الكامل وين بحطوا العدد الكامل؟ جوا. تسعة. والعدد الملون اللي بدل على العدد الملون حطوه لفوق، شو صار عندي؟ تسع. واحد على تسع. واحد على تسعة. واحد على تسعة. شو بنرفض واحد على تسعة؟ تسع. واحد على تسعة يعني شنو؟ تسع. وهنا ربع. وهنا خمس. أحسنتم. إذا غير رقم تسعة، غير رقم ثمانية، غير رقم سبعة. شو جاب صفحة؟ صفحة 157.
153. هلا حليهن على الفيديو يا بنت، حليهن على الفيديو. رح يخلص الفيديو. انتم قولي بعد عندي رقم، بعد عندي رقم. الاول لأمثل الكسر، ايش كم مثلث عندي هنا؟ ايش كم مثلث؟ واحد، اثنين، ثلاثة. هاي رقم شنو؟ عشرة. حاطين لي هاي تلت، شو راح لون من عندهن؟ واحد. راح لون هذا، واحد يمثل تلت. فيني لون هذا، فيني لون هذا، بختار واحد وبلونه. اوكي حبايبي؟ طيب وراها رقم 11، كم مربع؟ رقم 11 خمسة. مربع اثنين ثلاثة أربعة خمسة. حاطي لي الكسر واحد على خمسة، يعني كم قسم لازم لون؟ واحد. واحد. ممكن اختار هذا ولونه، صح؟ مو إلا هذا، هيا هو واحد، هاي خمس. طيب وراها ست دوائر، ست دوائر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. حاطي لي ست دوائر، حاطي لي سدس، سدس. يعني ايش كم قسم رح لون؟ واحد. واحد، اختار واحد وبلونه. حيلا واحد، مهم واحد من كرة، من ست كرات. كرة أو دائرة من ست دوائر. هذا الرقم 12. يلا. شايفين هنا؟ شايفين الصبورة هنا؟ طيب رقم 13، حاطي لي سبع مستطيلات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لازم يكونوا مثل بعض، نفس القياس. لو أنا عم استعجل بالرسم كرمال ما يخلص الفيديو، لازم يكونوا نفس القياس. هاي حاطي لي سبع، حاطي لي سبع، معناتها شقد رح لون؟ واحد. واحد، بختار واحد وبلونه. اوكي؟ 13، 14، 14، حاطي لي نجمات ثمانية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. حاطي لي ثمن، ثمن. يعني ايش كم نجمة راح لون؟ واحد. واحد، واحدة، واحدة فقط. هاي لونت واحد. 15، وآخر تمرين نحن مسائل ثلاث. تسعة، 15، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هاي كبيرة كلش. انت قولي تسعة، كاتبين لي تسع، تسع، هم تسعة. واريد الون شنو؟ واحد، صارت تسع. اتهمنا يا حبايبي؟ اتهمنا الدرس؟ باي باي. باي.